تستعد فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود للمشاركة بمهرجان العالمين في دورته الثانية وصيف بلدنا بالإسكندرية ومرسى مطروح في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الحالي. فرقة أسوان للفنون الشعبية شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية وحصلت على العديد من الجوائز، منها المركز الأول بمهرجان ديغول بفرنسا 1982، ومركز الأول بمهرجان كاديسيا باليونان 1995، ومهرجان زكواني باليونان 1996. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان. مساء الخير محمود. أهلا وسهلا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. محمود، عايزين نتكلم عن مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية. طبعا ده شيء يسعدنا جدا ان احنا نمثل الثقافة الأسوانية بتنوعها والمجتمع الأسواني بمختلف الأطياف بتاعته. فرقة أسوان من الفرق العريقة جدا وبتمثل مصر على مستوى دولي من سنة 79، فسنة إنشائها تم إنشائها في سنة 79، و يعني زي ما بقول لك مثلت زي ما حضرتك تفضلت بالحديث ان هي اخذت جوائز عالميه واخذت مراكز اولى في مهرجانات اللي شاركت فيها زي مهرجان ديغول بفرنسا في سنه 82 والمهرجان كاديسا في اليونان سنه 95 وبرده زاكوباني في اليونان برده سنه 96. فرقه يعني من اهم الفرق الشعبيه على مستوى العالم مصنفه عالميا. بيسعدنا جدا ان احنا نشارك في مهرجان العالم عالمين، المهرجان اللي بيمثل الحدث الترفيهي الكبير او الحدث الترفيهي الاكبر على مستوى الوطن العربي في الفتره الاخيره. يوسف، عايزين نتكلم عن العروض اللي انتوا هتقدموها داخل المهرجان، هو كم عرض وهيكون فيها ايه بالظبط؟ والله الفرقه عاده بتقدم حوالي 12 رقصه في المعتاد، يعني اهم الرقصات بتاعتها الافتتاحيه، ودي رقصة الافتتاحية دي بتمثل أو بتدي فكرة عن باقي الفقرات كلها اللي بتقدمها الفرقة. وفي عندنا في رقصة الأراجيب، رقصة النجرشاب، ورقصة التاتا، في رقصات السوق والبشاري والفرح النوبي والسبوع والكف والألعاب الشعبية. فكرة وجودكم يا يوسف داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانية بتشكل لكم إيه؟ طبعا ده شيء مهم جدا لينا وبيسعدنا وبيشرفنا ان احنا يعني زي ما قلنا حضرتك المهرجان اللي بيمثل الحدث الكبير ومهرجان تويجي والسياحه المصريه، مهرجان بيوري ازاي ان الدوله المصريه بتهتم بالجانب الترفيهي والجانب السياحي والجانب الثقافي الى جانب العمل التنموي واقامه المصانع والنهضه العمرانيه، ما بنغفلش الى جانب دي الناحيه الترفيهيه والناحيه التثقيفيه، فده شيء يسعدنا جدا ويشرفنا يعني. يوسف، فكرة برضو وجودكم داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانية، هل بيبقى فيه، وهو طبعا مهرجان كبير جدا زي ما احنا كلنا عارفين، فكرة وجودكم فيها هل بيبقى ليها استعداد خاص؟ أكيد طبعا، الفرقة من قبل السفر من أسوان بقالها بتاع حوالي 10 أيام أو 15 يوم بتعمل بروفات مكثفة عشان تظهر بالشكل اللائق في المهرجان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.